متجر سبورتيلو يقدم لكم أطقم أشهر الأندية للموسم الجديد، إضافة لتيشيرتات المنتخبات العالمية والعربية، وتشكيلة مميزة من الأطقم والتيشيرتات الكلاسيكية لأشهر الأندية والمنتخبات. في متجر سبورتيلو جميع المقاسات متوفرة من عمر 6 سنوات إلى المقاسات الكبيرة. الشحن والتوصيل حالياً بالسعودية ودول الخليج فقط. ادخل على الموقع الآن واستفد من كود ميد يخصم لكم 10% من إجمالي الطلب. كريم بنزيما، ربما يدرك الجميع جيداً ما يتمتع به الفرنسي من موهبة رائعة وقدرات استثنائية جعلت منه اليوم أفضل لاعب في أوروبا والمرشح الأبرز للتتويج بالكرة الذهبية، لكن تبقى حياته خارج المستطيل الأخضر مليئة بالحقائق الغامضة والأسرار المتجددة. في هذا الفيديو ستعرض لكم قناتكم ميد سبورت أبرز 10 حقائق وأسرار عن كريم بنزيما. علاقته بالجزائر، سر عودته لمنتخب فرنسا، الشيء الوحيد الذي بكى لأجله، انخراطه في عالم الجريمة والعصابات، لماذا ألحقه والده بمدرسة كاثوليكية، اتهامه بالبخل من عائلته، علاقاته النسائية وحقيقة خيانته لأم ابنه إبراهيم، ومن هي والدة ابنته البكر، مثله الأعلى، والمزيد فابقوا معنا. مولده ونشأته. اسمه الكامل كريم مصطفى بنزيما، ولد في 19 ديسمبر عام 1987 بمدينة ليون الفرنسية، وسط أسرة فقيرة كابن سادس بين 9 أطفال، منتسبا لوالده حفيظ الذي ولد بمدينة تيكزيرت بالجزائر قبل أن يهاجر إلى فرنسا ويلتقي بزوجته وحيدة التي ولدت ونشأت في ليون لكن تعود أصولها إلى مدينة وهران الجزائرية. في طفولته المبكرة عاش كريم بعض المعاناة في منزل مكون من غرفتين لم يكن يستوعب الأبناء 9 في وقت واحد، فوجد من كرة القدم متنفسا له، وقرر 2 من أشقائه السير على خطاه وهما غريسي بنزيما الذي يلعب بالدرجات الدنيا في فرنسا، وصبري بنزيما الناشط بنادي محلي يدعى برون. حياته الخاصة، لطالما أظهر بنزيما انضباطا كبيرا داخل المستطيل الأخضر، لكن يبدو أن الأمر لم يكن كذلك خارجه، حيث اتهم بنزيما بجانب ريبيري بإقامة علاقة مع فتاة قاصر تدعى زاهية دهار، وتورط في قضية ابتزاز شهيرة لزميله ماديو فالبوينا بشريط جنسي، إضافة لأخبار تحدثت عن صداقة جمعته بأحد تجار المخدرات، بل ومشاركته بعض الأعمال غير المشروعة. كما تعددت علاقاته النسائية وسط تقارير أكدت دخوله في علاقة عاطفية مع المطربة الفرنسية جينيفر بارتولي عام 2012 وأخرى مع المطربة الشهيرة ريهانا، ثم علاقة جديدة مع نجمة البوب أناليكا تشافيز، وبعدها ذهب بنزيما مع ممرضة تدعى كلويدي لوني فتزوجها وأنجب منها ابنته ميليا قبل أن ينفصلا، ويتعرف على فتاة تدعى كورا غوتييه التي تزوجها سرا عام 2016 ورزق منها بابنه إبراهيم بالعام التالي. ومؤخرا أثار بنزيما جدلا كبيرا عندما قام بنشر صورة له وهو نائم بالطائرة ثم حذفها حين انتبه إلى ظهور إصبع لقدم فتاة بها، ليفسر البعض الأمر بخيانة بنزيما لزوجته قبل أن يتضح لاحقا أن اللاعب انفصل عن والدة ابنه إبراهيم منذ فترة ودخل علاقة جديدة مع عارضة أزياء أمريكية تدعى جوردان أوزونا. علاقته بالجزائر، رغم اختياره حمل قميص الديوك إلا أن بنزيما دائما ما يعبر عن فخره بانتمائه للجزائر بلد عائلته واعتزازه بالجزائريين، كما يحرص من حين لآخر على زيارة البلد الأفريقي، ويقول اللاعب أنا جزائري وعائلتي قادمة من الجزائر، فخور جدا بذلك واختياري لفرنسا كان من أجل الرهان الرياضي. كما لم يخفي بنزيما دعمه وتعاطفه مع المنتخب الجزائري في مناسبات عدة، حيث كان ينشر فيديوهات وصور في قسم ستوري بانستغرام وهو يتابع مباريات الخضر، ويدعم الفريق في كأس أفريقيا 2019، وسبق وأن نشر صورتين له بقميص محاربي الصحراء، كما ربطته العديد من الصحف بتمثيل الجزائر في 2019 في خضم أزمة استبعاده من منتخب فرنسا،
حيث تبادلت تصريحات مع رئيس الاتحاد الفرنسي الذي قال بأن مسيرة بنزيما مع فرنسا انتهت، ليرد اللاعب مطالبا بالسماح له بتمثيل منتخب آخر، وبحكم أصوله ظهر منتخب الخضر إلى الواجهة، لكن الأمر كان يتطلب إسقاط الجنسية الفرنسية عنه. سر عودته لفرنسا. بعد استبعاد بنزيما عن منتخب فرنسا لخمس سنوات ونصف على خلفية تورطه في قضية ابتزاز فالبوينا، فاجأ ديدي ديشامب الجميع في العام الماضي باستدعاء اللاعب لقائمة الديوك، ليدور حينها الحديث حول حاجة الفريق الفنية التي دفعت المدرب للاستعانة بنجم ريال مدريد، إلا أن الصحفي الشهير رومان مولينا أكد بأن عودة بنزيما كانت بأمر من الرئيس الفرنسي ماكرون الذي لم يخف سعادته بانتهاء فترة غياب اللاعب، وقال: بنزيما بطل عظيم بالنسبة للعديد من الشباب من أصول مهاجرة، يعتبر نموذجا للنجاح. أعتقد أن المدرب اتخذ القرار الصحيح أولا للفريق، ولكن أيضا للوطن وللرياضة بشكل عام. إنجازات وأرقام قياسية. المهاجم الفرنسي توج ب 31 لقب جماعي حتى الآن، 7 مع ليون أبرزهم لقب الدوري 4 مرات، و23 مع ريال مدريد منهم 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا إضافة للقب دوري أمم أوروبا مع فرنسا. وفرديا أحرز العديد من الجوائز، منها هداف الدوري الفرنسي مرة، ومثلها لأفضل لاعب بالمسابقة، إضافة لأفضل لاعب فرنسي 4 مرات، وأفضل لاعب في الليغا مرة، ومثلها كهداف للمسابقة. وآخر هذه الإنجازات كان التتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا، كما حقق بنزيما عدة أرقام قياسية، منها أسرع هدف في تاريخ الكلاسيكو بعد 21 ثانية بموسم 2011-2012، وثاني هدافي ريال مدريد التاريخيين ب 325 هدف خلف المتصدر رونالدو صاحب 450 هدف. طقوس خاصة. حينما سئل بنزيما عن الطقوس الخاصة له قبل المباريات رد قائلا: 30 دقيقة أقضيها هنا في غرفة الملابس، بعضها أقضيه على الدراجة والاستعداد، وفي الدقائق الأخيرة أركز وأضع سماعاتي. لا أدري إن كنت ستفهمني إن قلت لك أنني أسمع بعض السور، كلام الله، القرآن الكريم، أستمع إليه دائما وهو ما يبعث بداخلي راحة نفسية. بنزيما وعلى الرغم من بعض الاضطرابات التي عرفت طريقها لحياته الشخصية، إلا أنه مسلم مواظب على أداء الشعائر، حيث يصوم باستمرار حتى خارج رمضان، كما أدى العمرة أكثر من مرة، وظهر مرات عديدة عبر إنستغرام وهو ينصت لترتيل المقرئ سعد الغامدي. عصابات وعنصرية. في طفولته نشأ بنزيما في ضاحية برونتي رايلون بمدينة ليون التي تشتهر بكونها وكرا للجريمة، وتعرف اللاعب حينها على أشخاص ينتمون للعصابات، فكاد أن يسلك نفس المسار قبل أن يتدخل والده فأحدث تغييرا في سلوكه وألحقه بمدرسة كاثوليكية. وهناك تعرض بنزيما للعنصرية من قبل زملائه بسبب أصوله الجزائرية ووزنه الزائد، لكن مع مرور الوقت تغير كل ذلك، كما نجح بنزيما في فقدان الوزن وتخلص من السمنة. في المقابل كان أول نادي لعب له بنزيما هو نادي مسقط رأسه برونتي رايلون، وهناك أطلق عليه زملائه لقب كوكو. وبعد انضمامه لأكاديمية ليون كان يظهر في مباريات الفريق الأول كصبي حامل للكرات. السخرية ومثله الأعلى. عند تصعيد بنزيما للفريق الأول لليون سخر منه بعض من نجوم الفريق على رأسهم مالودا وسيلفان ويلتورد، لكن كريم رد عليهم قائلا: لا تسخروا مني، وتذكروا أنني كنت صبي كرات لكم، والآن أنا هنا أنافسكم وسوف أخذ أماكنكم. من ناحية أخرى وبسؤاله عن مثله الأعلى قال بنزيما: ليس لدي قدوة، ولكن لدي نماذج. في كرة القدم كان رونالدو البرازيلي نموذجا بالنسبة لي، كما أنني معجب أيضا بمايك تايسون، لأن كلانا صعدنا من أسفل للأعلى، لم يعطنا أحد شيئا على سبيل الهدية. مشكلة غريبة مع عائلته. عام 2012 تعرض بنزيما لهجوم عنيف من مجلة فرنسية نشرت صورة له في سيارة فيراري أمام أحد الفنادق الفاخرة وعنونت: كريم بنزيما الحفيد ناكر الجميل، مشيرة إلى أن اللاعب
يرفض دفع 1500 يورو شهرياً كإيجار لمنزل جدته التي ساهمت في تربيته، ما دفع إحدى خالاته لإقناع الجدة برفع دعوة قضائية ضده، بل وعلقت قائلة: الناس يأخذون أمهاتهم إلى مكة وأنا آخذ أمي إلى المحكمة. من جانبه رفض بنزيما هذه الاتهامات، وثبت بعد ذلك أنه يساعد جدته منذ أن أصبح لاعبا محترفا، وبالفعل قامت الجدة بسحب الدعوة مصرحة أنها قد تم التلاعب بها، واتهمت إحدى خالاته شقيقتها التي تسببت في رفع الدعوة بالغيرة من نجاحات اللاعب. الشيء الوحيد الذي بكى من أجله. بنزيما لا يبكي كثيرا، بل لا نستطيع مثلا تذكر أي لقطة بكاء له، لكن عندما سئل اللاعب عن آخر مرة بكى فيها قال: بسبب أطفالي. وربما يقصد تلك المرة عند استضافته بأحد البرامج الفرنسية، حيث عرضت صورة طفليه أمامه فلم يتمالك نفسه من الدموع وقال: إبراهيم وميليا هما كل شيء، لا أملك الكلمات المناسبة للتعبير، لا أستطيع أن أصف بالكلام. كما تأثر بنزيما بشدة عندما عرض البرنامج صورة له في طفولته وبجانبه صورة لابنه إبراهيم تظهر الشبه الكبير بينهما. Thank you.